هل في كسوف قادم؟ وهل سوف يستمر لمدة 3 أيام كما قيل؟ وهل سيكون هذا الكسوف هو الأطول منذ خلق الكون؟ وهل فعلا حذرت ناسا من أن كوكبا سوف يصطدم بالأرض؟ وما علاقة هذا الكسوف ببداية شهر شوال وعيد الفطر المبارك؟ للإجابة على هذه الأسئلة وأكثر تابعونا للنهاية. نحن على موعد خلال شهر إبريل مع حدث فلكي نادر، حيث تشهد الكرة الأرضية كسوف كلي للشمس يوم الاثنين الموافق 8 إبريل 2024 ميلادية، ويتفق توقيته مع بداية شهر شوال لعام 1445 هجرية، وهو أول كسوف للشمس في عام 2024. أما ما ذكر أن الكسوف سوف يستمر 3 أيام، وأن وكالة ناسا تحذر من اصطدام كوكب بالأرض، فهذا كلام ليس له أساس من الصحة، وإنما ما ذكرته ناسا هو أنه سوف يحدث كسوف كلي للشمس في 8 إبريل 2024، ولن يرى في الشرق الأوسط ولا في أي دولة عربية، وإن هذا الكسوف سوف يرى جزئيا في غرب أوروبا والمحيط الأطلنطي وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الهادي، بينما سيكون كسوفا كليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مسجلا فترة زمنية قدرها 5 ساعات و10 دقائق تقريبا للكسوف الجزئي، بينما الكسوف الكلي يستغرق مدة قدرها 4 دقائق تقريبا، وسوف يكون كسوف الشمس في وضع الاقتران، وهذا ما يؤكد ميلاد هلال الشهر القمري الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد لشهر شوال. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الكسوف والخسوف للشمس والقمر يقعان تخويفا من الله لعباده، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الخسوف فافزعوا إلى ذكره ودعائه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف الله ما بكم، وأمر في ذلك بالتكبير والصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والخوف من الله والحذر من عذابه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.